حياكم الله مشاهدينا أينما كنتم متابعي الإخبارية السورية، أهلا بكم إلى هذه التغطية الخاصة والتي نتحدث في ملفاتها حول التقدم الذي يحققه أبطال الجيش العربي السوري في ريف حماة الشمالي واستعادة عدد كبير من القرى. هذه العملية العسكرية النوعية التي كبدت التنظيمات الإرهابية خسائر فادحة، سوف نتوقف عند مجرياتها مطولا، وأيضا نتحدث عن خروج دفعة جديدة من المسلحين صباح هذا اليوم من حي الوعر في حمص وبعض أفراد عائلاتهم تمهيدا لإنهاء مظاهر السلاح والمسلحين في حي الوعر. وأيضا نتحدث عن المؤتمر الصحفي الذي أجراه سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي مع مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، وماذا في تصريحاتهم. وننهي هذه التغطية أيضا في الفعاليات المستمرة اليوم الثالث على التوالي، وهذا هو اليوم الأخير لمؤتمر حق المواطن في الإعلام، المؤتمر الذي هو المؤتمر من الأول من نوعه الذي يجري في سوريا. مشاهدينا الأكارم، اسمحوا لي أن أبدأ هذه التغطية وأرحب بضيفي الكريم سيادة العميد المتقاعد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي معي عبر الهاتف من بيروت. حياك الله سيادة العميد. أهلا وسهلا، السلام عليكم. حياك الله سيادة العميد. عندما نتحدث عن ما يحققه أبطال الجيش العربي السوري واستعادة عدد كبير من القرى، وأنت تدرك حقيقة أهمية هذه المناطق في ريف حما الشمالي، نتحدث عن حلفاية، نتحدث أيضا عن زلين، عن الويبدة، عن بطيش، عن زور الناصرية وزور أبو زيد وتل الناصرية وتل المنطار، ويمكن أن نقول بأن أيضا بلدة الزلاقيات هي ساقطة عسكريا. هذا المحور بشكل طولي الموازي للخط المتجه باتجاه ريف إدلب، كيف تنظر إلى هذه العمليات العسكرية بن حضرتك؟ نحن ننظر إلى ما حصل تحديدا البارحة من تطهير حلفاية بأنه نقطة انقلاب ميدانية جذري في المشهد السوري من حما إلى إدلب، لأن الوصول إلى هذه المنطقة حقق للجيش والقوات المسلحة العربية السورية مع حلفائها ثلاثة مكاسب رئيسية في الميدان وفي الاستراتيجية، فهي من جهة صححت وقومت خطوط التماس بحيث انتقلت من خطوط تماس متعرجة تلقي الأثقال والأعباء على عاتق القوى إلى خطوط تماس وقتال مستقيمة تمكن من الاقتصاد بالقوى وتمكن من الانطلاق السريع في عمليات الاختراق المستقبلية. النقطة الثانية أن هذه المنطقة حلفاية وجوارها مع البلدات المحيطة بها كانت بمثابة الموقع العملاني المتقدم الذي منه يمكن أو يكون الاستناد للتوجه باتجاه شمال غرب نحو خان شيخون ونحو سهل الغاب، وبالتالي هذا الأمر سيربك مناورة أو عمليات المسلحين والإرهابيين، كما سيربك الخطط التي أعدت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عندما قررت تحشيد 17 فصيل إرهابي للقيام بعملية عسكرية تنقل السيطرة في إدلب إلى سيناء مباشرة، كما تسعى في الشمال الشرقي والشرق السوري. فبالتالي هذا الانتقال موضع متابعة وتدقيق كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية التي أسقطت القناع وبدأت تتدخل مباشرة في الميدان السوري. المسألة الثالثة، وهذا نوع من الرد على مناورة المسلحين السابقة التي كان يقصد منها الوصول إلى حما، فإذا بسحرهم ينقلب عليهم وإذا بالقوات المدافعة عن سوريا تنتقل من مرحلة الاحتواء الكلي للهجوم العدواني ثم سحق من قام بالعدوان، ثم الانتقال في المرحلة الثالثة التي تعيشها الآن إلى مرحلة تطوير الهجوم واستثمار الانتصار بشكل يفوق المتوقع من قبل المسلحين. هذه الأمور الثلاثة كلها أو هذه النتائج أو هذه الصور الثلاثة كلها تشير إلى أمر أساسي أكيد، فهي أن الجمهورية العربية السورية بقواتها الذاتية وقواتها الحليفة استطاعت أن تحكم الإمساك بزمام المبادرة الميدانية طيب سنعود الاتصال بهجوم جديد. تفضل.
تفضل سيادة العميد، كان مشكلة في الصوت، تفضل. نعم، أقول أن هذه العملية جعلت المسلحين يتخبطون في مواقعهم ويشعرون كم أنهم فقدوا المبادرة وفقدوا القدرة على إطلاق هجوم جديد. لذلك هذه الانتصارات التي قاعدتها ميدانية تصرف مباشرة في اتجاهين، تصرف في المجال الاستراتيجي لأنها ستملي على المخطط العسكري العام والمخطط الاستراتيجي مناورات تستثمر هذه الانتصارات، كما أنها ستستثمر في السياسة لأن من حققها سيمتلك أوراق ميدانية هامة يستطيع أن يطرحها على طاولة التفاوض. ولهذا السبب نجد الترنح الأمريكي والمواقف الأمريكية السلبية التي أعلنت في الآونة الأخيرة خلال 72 ساعة الماضية من أنهم ليسوا على استعداد للذهاب إلى أستنا وليسوا بصدد تشجيع ديمستورا للدعوة إلى مفاوضات جديدة في جنيف. كل ذلك يشير إلى أمر أساسي أن أمريكا التي كانت تعول على الميدان من أجل أن تكسب الأوراق الاستراتيجية تجد نفسها أمام هذه الإنجازات الهامة والهائلة من قبل الجيش العربي السوري، تجد نفسها محرجة ومحشورة في الزاوية في هذا الموضوع، وليس بيدها أن تغير هذه النقطة الأساسية، ليس بيدها أن تغير المجال. فاللعبة التي قادتها في خان شيخون لتكون نقطة انقلاب عكسي للمشهد لم تثمر كما تشاء ولم تثمر كما خططت أمريكا. لا بل أن اليوم الملاحقة التي تقودها سوريا وروسيا ضد أمريكا للمطالبة بتحقيق النزيه والوصول إلى خان شيخون تحرج أمريكا، ولذلك تحاول أن تراوغ في هذا الميدان. لذلك نحن نقول أن العمليات العسكرية الناجحة المقترنة أيضا من غير أدنى شك بنجاح في المسار التصالحي وتسوية الأوضاع. طيب سيادة العميد، طيب سيادة العميد، سأتي إلى تفصيل وإنعكاسات وردات الفعل على الدول الأوروبية وخاصة التي تدعم التنظيمات الإرهابية على الأرض على خلفية التقدم الذي يحققه أبطال الجيش العربي السوري. تفضل بالبقاء معي مشاهدينا الأكارم وضيفي الكريم. أذهب مباشرة إلى زميلي مراسل الإخبارية السورية في مدينة حمص أسامة ديوب، حياك الله أسامة. نعم عبد، تحية لك وتحية لمشاهدينا. نعم، اليوم بدأ خروج دفعة جديدة من المسلحين مع بعض عائلاتهم من حي الوعر باتجاه ريف إدلب الشمالي، ضعنا في صورة هذه العملية وكيف تجري وكم بلغ العدد حتى الآن؟ نعم عبدو، ما تزال عملية خروج الدفعة السادسة من مسلحي حي الوعر الرافضين لعملية المصالحة مستمرة. حتى الآن تم خروج 13 حافلة تقول 590 شخص بينهم 115 مسلح. طبعا اليوم وجدت هذه الدفعة وهي الدفعة السادسة من المسلحين هي منطقة جرابلس في الريف الشمالي الشرقي لمحافظة حلب، طبعا وهي استكمال تنفيذ بنود المرحلة الثالثة من اتفاق المصالحة في حي الوعر، هو الذي يشد إلى خلو هذا الحي من المسلحين وإعلان مدينة حمص خالية من السلاح والمسلحين. طبعا من متوقع خلال الأسبوعين القادمين خروج دفعتين أو ثلاثة منهم في كما ذكر محافظ حمص، خلال الأسبوع القادم يكون هناك دفعة السابعة باتجاه محافظ مدينة إدلب وفينا الريف الشمالي لمدينة إدلب. سابقا كان قد خرج خمس دفعات، أربعة باتجاه جرابلس وواحدة باتجاه مدينة إدلب. نعم عدو. نعم أسامة، ماذا عن عملية التسوية لبعض المسلحين الذين يرغبون في أن يقوموا بعملية تسوية ويبقوا داخل حي الوعر؟ نعم عبدو، عملية التسوية مستمرة أيضا، حتى الآن تجاوز عدد من قاموا بتسوية أوضاعهم أكثر من 800 شخص. هذه العملية والتي تم في فرع الأمن الجنائي الواقع غربي حي الوار. طبعا قبل في الأسبوع الماضي تم تسليم كفة البحث لأكثر من 550 شخص من أبناء الحي والذين قاموا بتسوية أوضاعهم وبات بإمكانهم ممارسة حياتهم الطبيعية والتنقل في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية. أسامة، هناك معبر ومدخل لحي الوعر عند دوار المهندسين، هل يمنع الأهالي الدخول والخروج؟ ما هي الإجراءات اللوجستية التي تسمح لهم بالدخول والخروج إلى داخل هذا الحي؟ طبعا عبدو، تسهيلا لعملية تنفيذ اتفاق حي الوعر
تم فتح طريق دوار المهندسين باتجاه حي الوار. هذا الطريق تم فتحه بعد اسبوع تقريبا من بدء تنفيذ المرحله الثالثه. حتى الان يتم خروج ودخول المواطنين من المكان من هذا الطريق عند دوار المهندسين. بشكل يومي تقريبا هناك دخول وخروج لحوالي 200 شخص من هذا المكان. نعم زميلي مراسل الإخبارية السورية من مدينة حمص أسامة ديوب، كنت معنا في هذه الرسالة، شكرا جزيلا لك، وسأكون معك خلال هذه التغطية إذا كان هناك رسائل جديدة حول خروج الدفعة الجديدة من المسلحين مع بعض عائلاتهم من حي الوعر باتجاه ريف حلب الشمالي الشرقي باتجاه مدينة جرابلس. هي الدفعة الخامسة السادسة في هذا الحي، أربعة منهم كانوا باتجاه مدينة جرابلس وواحدة باتجاه قلعة المضيق. من المتوقع خلال الأسبوعين القادمين أن يكون حي الوعر خالي، وهو الحي رقم 36 في مدينة حمص، أن يكون خالي من مظاهر السلاح والمسلحين. أعود إلى سيادة العميد أمين حطيط. سيادة العميد، عندما نتحدث عن كل هذه العملية العسكرية، حضرتك قسمت بنود هذه العملية إلى ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان بامتصاص هذه الصدمة، المرحلة الثانية كان بعملية استيعاب هذه الصدمة وانتقال إلى أكثر من محور لمشاغلة هذه التنظيمات الإرهابية، والتقدم عبر محورين أو ثلاث محاور هي أساسية. كانت المشاغلة كانت من محور القرامطة وجسر محردة بداية على مقربة من بلدة اللطامنة وصوران، تقدم الجيش من هذه من هذا المحور. كانت المشاغلة أيضا من محور القرامطة باتجاه سهل الغاب. هذه العملية العسكرية أخذت محور باتجاه بمحازات جبل الزاوية، وكما تعرف هذا الجبل يبدأ من قلعة المضيق بمحازات بلدة صخيلبية وينتهي في ريف إدلب. ولكن أن يتم وصول الجيش العربي السوري إلى تل المنطار وتحرير هذا التل الاستراتيجي الذي يشرف على سهل الغاب من جهة، وعلى جبل الزاوية، وعلى جسر الشغور من الجهة الشمالية الشرقية، أهمية هذا التكتيك الذي يتبعه الجيش العربي السوري في هذه العمليات؟ كما سلف وذكرنا أن أهمية هذه العملية برمتها هي التقرب من المسلح الاستراتيجي الرئيسي في الشمال الغربي المشكل من إدلب وسهل الغاب وجسر الشغور. فالبعض كان يظن أن، وهذه نقطة سنكون صريحين وجريئين في ذكرها، البعض كان يظن أن انتقال الإرهابيين إلى منطقة إدلب بالشكل الذي يحصل فيه كأنه بمثابة إقرار أو تنازل ضمني من الدولة السورية على هذه المنطقة لتكون محلا لتجميع الإرهابيين والتخلي عنها. لكن العملية العسكرية التي تجري الآن وهذا العمل الاختراقي أو التقرب غير المباشر أو الإحاطة البعيدة، يعني يعمل على ثلاث محاور: محور اختراق، ومحور تقرب غير مباشر، ومحور الإحاطة البعيدة التي قادته إلى جبل الزاوية، قادت الجيش العربي السوري إلى جبل الزاوية. كل ذلك ينذر بأمرين أساسيين. الأمر الأول أن الجيش بعد نجاحه في التصدي دفاعيا لأخطر حملة قام بها المعتدون على وسط البلاد في حما، والتي كان يقيد لها بالنسبة لهم كما خططوا أن تقطع الشمال السوري عن الجنوب السوري في وسطه في حما، ثم ينطلب على مصالحات الوعر ويتمدد شرقا. هذه ولذلك كان الإسناد الصاروخي الأمريكي في قصف مطار الشعيرات. كل ذلك، كل هذا التخطيط الذي كان قد اعتمده المعتدون يسقط عند هذه العمليات. فبدل أن تكون العملية العدوانية متجهة لقطع أواصر البلاد، فإذا بالجيش العربي السوري يقوم بالعكس تماما، بأن يطهر المنطقة ثم يتقدم باتجاه الشمال والشمال الشرق والشمال الغربي من أجل أن يقوم بعملية تطويق للمنطقة، بما يمكن القول لكل الأخبراء
أن الجيش العربي السوري بدأ فعليا بالتحضير لمعركة المثلث الاستراتيجي الشمال الغربي، وهذه الأهمية تستنتج خاصة عند الوقوف على مواقع الجيش عند المنطار وعند جبل الزاوية. فمن يعرف خريطة المنطقة جيدا يعرف كم أن الجيش كان محترفا في عملياته المتدرجة، كما ذكرت، من احتواء ثم سحق ثم تطوير النجاح بهذه الطريقة، لأنه الآن يعمل بذهنية المطمئن. لماذا؟ لأن سحقه لهذا الهجوم وتجريد المسلحين من القدرة على شن هجوم جديد جعلت الجيش يلقي بكل ثقله في الميدان من غير أن يكون ملزما باقتطاع ثلث أو نصف قواته لتكون احتياطا له بهجمات خلفية، بينما سحقه لهذه المجموعات جعلته يستعمل عظيم القوى في العملية الهجومية. ولهذا السبب بالذات كانت هذه الإنجازات السريعة والرشيقة في آن واحد. طيب ابقى معي سيادة العميد لو سمحت، واسمحوا لي مشاهدينا الأكارم أن أرحب بضيف الكريم الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق، الأستاذ غسان محمد الكاتب والإعلامي. حياك الله أستاذ غسان. أسعد الله أوقاتك يا مرحبا. حياك الله أستاذنا الكريم. عندما نتحدث عن مواصلة الدولة السورية بمشروع المصالحات والتسويات على كامل مساحة الجغرافيا السورية التي تسيطر عليها الدولة السورية، نتحدث عن مضايا والزبداني كفرية والفوعة، واليوم خروج دفعة جديدة من أهالينا في حي الوعر، من خروج دفعة من المسلحين عفوا مع بعض أفرادهم من حي الوعر، تمهيدا لإنهاء مظاهر السلاح والمسلحين من هذا الحي، ويمكن لأهالي الوعر الدخول والخروج عبر معبر محدد لهم عبر دوار المهندسين، يمكنهم الدخول يوميا 400 شخص يمكنهم الدخول والخروج فقط بإبراز وثائق تثبت أنهم من داخل هذا الحي. رؤيتك لهذه العملية السياسية التي تقوم بها الدولة السورية إلى جانب الضرب بيد من حديد للتنظيمات الإرهابية؟ نعم، يعني حقيقة كما هو واضح عملية المصالحات التي بدأت بها الدولة السورية منذ بداية الحرب على سوريا يعني كانت تهدف بشكل أساسي إلى إعادة بعض من ضلل بهم وغرر بهم إلى أحضان الوطن. طبعا هناك الكثير من السوريين ربما حملوا السلاح تحت إغراءات المال أو تحت الترغيب والتهديد، يعني كما يمكن أن أقول. لكن يعني أنا أعتقد أن هذه العملية التي حققت نجاحات كبيرة جدا ولافتة في عدة مناطق في سوريا أثبتت أنه يمكن مواصلتها في مناطق أخرى لا تزال حتى الآن خاضعة لسيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة. هذه العملية، وأقصد بها طبعا المصالحات الوطنية، تعتبر إحدى مركبات الاستراتيجية السياسية لتعامل الدولة السورية مع الوضع حاليا في سوريا. طبعا هذا إلى جانب مواصلة الضرب بيد من حديد على التنظيمات ضد التنظيمات الإرهابية التي ترفض الانخراط في العمل السياسي والانضمام إلى عملية المصالحات. بهذا المعنى تكون الدولة السورية تؤكد بشكل واضح لكل من يعنيه الأمر ولكل الجهات المتورطة في هذه الحرب الجهنمية التي تشن على سوريا بأنها لم تستبعد يوما الخيار السياسي، وإن الخيار السياسي لا يزال مطروحا لمن يرغب فعلا في إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا. في المقابل كل الجهات أو التنظيمات الإرهابية التي لا تزال تراهن على الدعم الخارجي وتعمل بتوجيهات من الخارج، هذه التنظيمات لا مجال للتعامل معها إلا بالقوة لأنها لا تفهم إلا هذه اللغة. باختصار أستطيع أن أقول بأن النجاحات العسكرية إلى جانب نجاح المصالحات حقيقة يعني قد تكون مؤشر مهم جدا في مسار حل سعي الدولة السورية لحل الأزمة في سوريا والتوصل إلى حل سياسي يلبي ويحقق طموحات السوريين على اختلاف انتماءاتهم.
طيب ابقى معي استاذ غسان محمد لو سمحت. عود الى سياده العميد. سياده العميد، كنت قبل قليل تتحدث عن ردات الفعل وخاصه من قبل واشنطن على واقع ما يجري في الميدان وخاصه ما يجري في محيط دمشق واكثرها ما يجري في ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي، ايضا للوصول الى المثلث الاستراتيجي في الشمال الغربي. هذه ردات الفعل برايك، وخاصه كنت تقول بان الامريكي ليس لديه نيه ليكون حاضر في منصه وفي في أستنا، في اجتماع أستنا. نعم، نحن لاحظنا هذا من المواقف الأمريكية التي قالت أنها ليست مستعدة للمشاركة في أستنا، وبين قوسين نستطيع أن نضيف ليست أمريكا ليست مستعدة وليست حاضرة للذهاب للاستماع لنتائج انتصارات الجيش العربي السوري في الميدان، لأن أمريكا تعرف أن غرف التفاوض هي عملية صرف المنجزات العسكرية أو مكان صرف المنجزات العسكرية في السياسة، ولأن أمريكا تعلم جيدا أنها خلال الفترة الماضية لم تستطع أن تكتسب شيئا، وأن الجيش العربي السوري وحلفائه هم الذين ردحوا في الميدان، لذلك هي غير مستعدة للذهاب للشهادة أو للتوقيع على هذه المسألة. المسألة الثانية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، المواقف التي نراها من الاتحاد الأوروبي خاصة من فرنسا وبريطانيا أقل ما يقال فيها أو تختصر كلها بعبارة واحدة هي الارتباك والاضطراب، لأنهم كانوا راهنوا على شيء في لحظة معينة فإذا بهم في الميدان يجدون نقيضه، لأنهم كانوا يراهنون على أن التدخل الأمريكي سيوجه رسالة قوية، وهذا التعبير الفرنسي أنه وجه رسالة قوية للحكومة السورية لتوقف عملياتها، فإذا بالجمهورية العربية السورية بحكومتها بقيادة الرئيس الأسد تقلب الرسالة إلى عكس ما أراده مرسلها، فإذا بها تطور هجومها ولم تكتفي بالمواقع التي كانت عليها قبل عدوان حماة، بل طورت إلى أن رسمت اليوم هذا القوس الذي ينذر بانقلاب مهم في الميدان، هذا القوس من جبل الزاوية إلى حلفاية الذي يفصل كليا ما بين المثلث الاستراتيجي ومن إدلب إلى جسر الشغور إلى سهل الغاب ومنطقة الساحل، ويعزز الدفاعات عن حما بشكل أيضا يخرجها من أوهام المسلحين، ثالثا يضع هذا المثلث الاستراتيجي في عين الراصد السوري ليكون الهدف المقبل. فبالتالي لو تذكرنا الخطة الأمريكية المعدة لهذا المثلث الاستراتيجي و قارناها بالسلوكيات الميدانية التي حصلت ثم خرجنا من هذه الصورة لنقارنها بما تفعل سوريا، نجد أن أمريكا تقول أشياء ولا تستطيع أن تنفذ ما تريد، بينما الحكومة السورية لا تقول شيئا وإذا ببنات جنودها هم الذين يكتبون القرار في الميدان. نعم سيادة العميد المتقاعد أمين حطيط الخبير العسكري والاستراتيجي، كنت معي عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ غسان محمد. أستاذ غسان، الخبر العاجل من مراسل الإخبارية السورية في مدينة حمص، حتى الآن خروج 13 حافلة تقل 590 شخصا بينهم 115 مسلح من الدفعة السادسة من مسلحي الوعر باتجاه مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي. هنا عندما نتحدث عن مسار هذه المصالحات الذي بدأ منذ أكثر من 4 أو 5 سنوات تقريبا، لماذا كنا نرى هناك امتعاض من قبل الأمم المتحدة لأن ليس لها يد في هذه العملية، وأن هذه العملية تجري بإنجاز سوري وصناعة سورية بامتياز
وخاصة على خلفية بداية هذه المعمعة الكبرى عندما تمت تسوية المسلحين مع بعض عائلاتهم في منطقة دارية في ريف دمشق، واليوم هناك لم نعد نسمع عن إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل الأحياء، لم يعد اللعب على هذا الوتر من قبل الأمم المتحدة. هل أبرك بأن هذا الوتر بات مكشوفا للقاصي والداني إن كان داخل سوريا أو خارج سوريا؟ يعني حقيقة يعني أستطيع أن أقول بأن الاستراتيجية السياسية التي اعتمدتها الحكومة السورية في موضوع المصالحات فاجأت أطراف العدوان أو أطراف حلف العدوان على سوريا. فيما يخص يعني موضوع موقف الأمم المتحدة، يعني من المعروف أن الأمم المتحدة موقف الأمم المتحدة لم يكن موقفا عادلا ونزيها مما إزاء ما يجري في سوريا. الأمم المتحدة يعني تحولت إلى ساحة صراع بين القوى العظمى، هذا من جهة، كما أنها كانت أداة في يد بعض القوى المعروفة بعدائها لسوريا وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا. بهذا المعنى يعني استطيع أقول بأن دور الأمم المتحدة يعني كان مشكوكا بمدى قدرته على تحقيق ما تستطيع الحكومة السورية تحقيقه، وهي الأدرى والأحرص على مصالح السوريين يعني في كامل على كامل الأراضي السورية. أنا أعتقد يعني أن موقف الأمم المتحدة، يعني بالأمس رسالة التهنئة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة للسيد الرئيس بشار أسد بمناسبة عيد الجلاء، يعني أتمنى أن تكون هذه الرسالة بداية مؤشر لتغيير موقف المنظمة الدولية مما يجري في سوريا، وبالتالي وضع النقاط على الحروف وتسمية الأسماء بمسمياتها من حيث الإشارة بشكل عملي إلى الجهات المتورطة في العدوان على سوريا. بهذا المعنى يعني تكون الولايات المتحدة قد أثبتت أولا واقعيتها وموضعيتها، وبالتالي عدم ارتهانها لجهات خارجية لا تريد لهذه الحرب الجهنمية أن تنتهي في سوريا. طيب اسمح لي ضيفي الكريم ومشاهدينا أن أرحب بالدكتور وائل إمام معي عبر الهاتف من دمشق، الأستاذ في جامعة دمشق. حياك الله دكتور وائل. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. حياك الله. قراءتك بما تقوم به الدولة السورية، القيادة السورية بإدارتها لملف هذا الحرب الذي تشن على سوريا منذ أكثر من 6 سنوات ونيف، الضرب بيد من حديد لهذه التنظيمات الإرهابية وضعضعت الدول التي تقف وراء هذه التنظيمات بمختلف مسمياتها من جانب، وأيضا مسار المصالحات والتسويات التي تعم كافة أرجاء الأراضي السورية، واليوم خروج دفعة السادسة من مسلحي حي الوعر مع بعض عائلاتهم. إلى أي حد يمكن أن نقول بأن الدولة السورية تسير في المسار الصحيح إن كان بضرب للتنظيمات الإرهابية بيد من حديد وأيضا في مسار المصالحات الوطنية؟ طبعا السؤال كبير جدا، لأنه تريدني أن ألخص لك خلال 6 سنوات ما قامت به الدولة السورية، لكن أنا حأقول لك بكل صراحة يجب علينا أن ننظر إلى تلك الحرب التي شنت بالدرجة الأولى على الشعب السوري وعلى الدولة السورية. كانت الدولة السورية تقوم بالمقاومة. مفهوم المقاومة ما هو؟ مفهوم المقاومة ليس هو عبارة فقط عن مكافحة الإرهاب والأعمال التي كانت تقوم وتدك فيها معاقل الإرهابيين وضرب الإرهاب. كان هذا في الواقع هو جزء لا يتجزأ من آلية تلك الحرب وإيقاف تلك الحرب. على التوازي المصالحات أيضا كان لها دور كبير، بمعنى أن الدولة السورية فهمت أن جزء من المجتمع السوري كان لا يدرك أن الذي يقوم به قد يودي إلى تخريب الدولة السورية وتخريب المنشآت وتهجير المواطنين. كان يظن أن الأمر من خلال مجموعة من من الأشهر يمكنه ويحقق شيء معين هو لم يكن يرسمه بالأساس، بل كان مرسوم له من الدول التي كانت تشغل هؤلاء الإرهابيين على الأرض. الإرهابيين نوعين سيدي، نوع مشغل وكان يدرك أنه ينفذ أجندات خارجية كقيادات الإخوان المجرمين وقيادات جبهة النصرة وقيادات داعش، وكان في عندك نوع آخر من الذين تورطوا بهذه الأعمال التخريبية على الأرض. الدولة السورية شو قالت لهدول؟
قالت لهم تعالوا وعودوا عبر المصالحات الوطنية وارجعوا إلى كنف الدولة وإلى قوانين الدولة وإلى دستور الدولة وعودوا إلى حياتكم الطبيعية كسوريين. مشان هيك الدولة قامت بإنشاء ما يسمى المصالحات الوطنية التي نرى نتائجها على الأرض. هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، تلك القيادات التي ما زالت مستمرة بالحرب، التي ما زالت مستمرة بالإرهاب، فعندئذ الدولة السورية قالت لها ليس أمامكم سوى الجيش العربي السوري ليوقف أعمالكم الإجرامية التي تقومون بها على الأرض، لأن في أعمالكم الإجرامية فيها ظلم للمواطن العربي السوري، في أعمالكم التخريبية فيها ظلم للمواطن العربي السوري، في أعمالكم التخريبية هو تحقيق لأجندات خارجية، ونحن نريد أن نحفظ سيادة سوريا على الأرض الواقع. طيب بالنسبة لموضوع خروج بعض المسلحين من بعض الأماكن، نعم، كمان هو على نوعين. النوع الأول، لأن هؤلاء الإرهابيين وصلوا إلى مرحلة أدركوا فيها أنهم لن يغيروا شيء من الواقع، وهذا أكبر دليل على ذلك. إرهابيي دارية وإرهابيي كل المناطق التي خرجوا منها هؤلاء الإرهابيين، وكذلك منطقة الوعب في حمص، هدول بقوا حاملين للسلاح، بقوا مصرين على الإرهاب، ولكن لم يصلوا إلى نتيجة بسبب وجود الجيش العربي السوري وضربه بيد حديد. فهدول عندئذ، حتى لاحظ أستاذي الكريم، كانوا يخيروا إما بالعودة إلى حضن الوطن أو الذهاب باتجاه إدلب أو المناطق التي يتجمع فيها الإرهابيين. فالذين يختارون على أرض الواقع المناطق التي فيها إرهاب، هؤلاء يريدون أن يستمروا في عملهم الإرهابي على الأرض. أما الذي يعود إلى الدولة ويعود لتسوية أوضاعه، فهذا يعني أنه اعترف بخطأه واعترف أن كل ما يقوم به هو إرهاب حقيقة على الأرض، ويريد العودة عن هذه الأعمال الإرهابية. طيب، فالدولة تفتح ذراعيها أمام هؤلاء للعودة إلى الوطن. طيب لو سمحت دكتور وائل، ابقى معي، عود إلى الأستاذ غسان محمد. أستاذ غسان، دائما تكون الملفات حاضرة والأجندات حاضرة، إن كان من مجلس الأمن وإن كان من المنظمات الأخرى التي تدعي بأنها تقف مع حقوق الإنسان، دائما لاتهام الجيش العربي الدولة السورية بأنها هي من تضرب وتقتل الأطفال، وهي من تقصف المدنيين العزل، وهي من تقوم بتدمير البنى التحتية وخاصة المشافي، وكأن هناك ليس إرهابيين يحاربون الجيش العربي السوري، فقط من تقوم به الدولة السورية والجيش العربي السوري في كافة الأجندات التي كانوا يتنطحون بها هو قتل للأطفال المتعمد وللنساء وللشيوخ، وأنه ليس هناك قتل لأي إرهابي بتاتا. هذه الأجندات التي أصبحت يعني هذه العملية المفبركة إلى أي حد تعطي ثمارها لدى هذه التنظيمات والدول التي تقف خلفها؟ أليس هناك من أجندات أخرى يمكن أن تؤتي ثمارها أكثر؟ لأن هذا الموضوع بات مكشوفا اليوم للصغير قبل الكبير في سوريا وخارج سوريا. يعني سيدي الكريم، حقيقة مثل هذه المواقف الدولية يعني التي تسعى إلى توجيه الاتهامات ظلما وعدوانا للجيش السوري وللحكومة السورية، مثل هذه المواقف هي التي شجعت التنظيمات الإرهابية على مواصلة إجرامها وارتكاب الفظائع بحق المدنيين وتدمير البنية التحتية في سوريا. لو كان هناك موقف دولي يعني منطقي وواقعي وعقلاني من الجرائم التي ترتكبها مثل هذه التنظيمات والجهات التي تدعمها وتقدم لها كل التسهيلات الممكنة لارتكاب جرائمها، لو كان هناك موقف واقعي كما قلت، لما كنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه، ولما كانت سفكت كل هذه الدماء السورية. السؤال الذي يطرح نفسه اليوم في ضوء يعني مسرحية هجوم خان شيخون الكيميائي الأخير، السؤال هو يعني لماذا ترفض الولايات المتحدة الأمريكية العرض الروسي وعرض الحكومة السورية تشكيل يعني لجنة تحقيق دولية موثوقة تأتي وتتقصى الواقع على الأرض ثم تصدر نتائج تحقيقاتها على الملأ؟ هذا هو السؤال. لماذا سارعت الولايات المتحدة الأمريكية لارتكاب العدوان الأخير ولم تستمع للصوت السوري والصوت الروسي في هذا الموضوع؟ من الواضح أن هناك أجندات وسيناريوهات تعد، كان لابد من إيجاد المبرر والذريعة
يعني لارتكاب مثل هذه الاعتداءات وتشجيع التنظيمات الإرهابية على رفض حتى المصالحات الوطنية. هنا بالمناسبة فقط يعني اسمح لي أن أضيف إلى ما تفضل به ضيفك الأستاذ الإمام، يعني أن الدولة السورية كم كانت سخية وكريمة في تعاملها مع المسلحين بالرغم من كل ما ارتكبوه من جرائم، حين خيرتهم بين العودة إلى كنف الدولة وعفى الله عما مضى أو مغادرة المنطقة. أعتقد أنه لا يمكن لأي دولة في العالم تتعرض لما تتعرض له سوريا أن تقدم على مثل هذه الخطوة. هنا يعني دعني أعود إلى صلب سؤالك الأساسي. أنا أقول بأن يعني الأجندات الخارجية تحديدا الأمريكية وبعض الدول الغربية بمساعدة جهات إقليمية على رأسها النظام السعودي والقطري والنظام التركي، كل هذه الجهات تسعى إلى تحقيق الهدف الأخطر والمتمثل بتفكيك سوريا وتحويلها إلى كيانات عرقية وطائفية. طبعا لا يغيب عن ذهني أيضا الكيان الإسرائيلي، وهنا ولو كنت خرجت قليلا عن الموضوع اسمح لي فقط أن أذكر بتصريح يوم أمس لوزير الحرب الصهيوني موشي علون الذي يقول إن داعش اعتذر من إسرائيل بعد إطلاق بعض عناصره النار باتجاه مواقع إسرائيلية. أيضا قال إنه كانت هناك ولا تزال اتصالات بين الكيان الإسرائيلي وتنظيم داعش. أيضا كلام لصحيفة هارتس الإسرائيلية ولأحد أكبر المعلقين الأمنيين في الصحيفة عاموس هرئيل يقول بأن الكيان الإسرائيلي ينظر بقلق بالغ للنجاحات العسكرية نعم التي يحققها الجيش السوري وحلفائه على أرض الميدان. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ غسان محمد الكاتب والإعلامي، كنت معي عبر الهاتف من دمشق. أعود إلى الدكتور وائل إمام. دكتور وائل إمام، سريعا لو سمحت بما تبقى لنا من وقت أريد أن أستثمر وقتي معكم ضيوفي الأكارم. هناك قبل قليل كان هناك مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ومفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، تصريحات عدة كانت بشأن استخدام السلاح الكيماوي. يقول لافروف لم تكن هناك معلومات بشأن استخدام الكيماوي في خان شيخون إلا من خلال أصحاب الخوذ البيض. هنا نتساءل إلى أي حد يمكن أن نقول بأن فقدت مصداقيتها هذه الدول التي دائما تدعم مجلس الأمن وتسيس مجلس الأمن وأيضا منظمة حظر الأسلحة الكيماوية عندما تعتمد في معلوماتها على منظمة إرهابية هي منظمة الخوذ البيضاء، وأيضا على لا يمكن أن نسميه إلا دكان يدعى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان. سيدي الكريم، انا يعني هلا انا لبست خوذة بيضاء معناتها انا اصبحت موثوق؟ لا يكفي ان تلبسوا هؤلاء الدجالين والارهابيين خوذة بيضاء حتى يكون مصدر حقيقي للمعلومة. في قاعدة منطقية وقانونية تقول اذا كنت مدعيا فالدليل واذا كنت ناقلا فالصحة. هذا الادعاء الذي بنوا عليه الولايات المتحدة الأمريكية ضرب مطار الشعيرات العسكري في سوريا كانت من غير دليل. هذا الكلام يفقهه الداني والقاصي. عندما تقول أين الدليل على أن الدولة السورية قد استخدمت سلاحا كيميائيا، فنلاحظ أن تلك الدول العظمى التي هي ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن تتهرب من التحقيق الدقيق، وعندئذ يطلقون الحجج التي تقول بأنه لدينا ولدينا بعض الشكوك وهذا هو احتمال كبير. وكل هذه الألفاظ التي كانت تطلق على الأرض هي عبارة عن ألفاظ غير دقيقة وغير قانونية، ولا يمكن اعتبارها دليل لإدانة الدولة السورية من أنها استخدمت السلاح الكيميائي. وبالتالي نجد أستاذي الكريم أن كل ما تقوم به تلك الدول هو الكيل بمكيالين، وهذا الأمر تعودنا عليه نحن كشعب سوري وعلمنا هذه الحقائق على الأرض منذ بداية هذه الحرب على سوريا. بمعنى سيدي الكريم أنه مؤخرا عندما قاموا بتفجير مجموعة من الحافلات في أهل السوريين الذين خرجوا من كفرية والفوعة على الأرض، لم تنبرئ هذه الدول الكبيرة للقيام بهذا العمل على أرض الواقع. طيب.
وبالتالي نجد أن هذه الأفعال وهذه الأقوال وهذه الأشياء التي يقوم بها هي فقط لإدانة الدولة السورية دون وجود أي دليل. وأكبر دليل على ذلك أنه حدث عندما اتهم سوريا في الكيمياوي في خان شيخو خلال 24 ساعة 136 مقال حول هذه الاستخدام الكيميائي، وأكثر الفضائيات العربية الناطقة باسم الدول الغربية ودول الخليج وعلى رأسها قناة العربية الناطقة باسم نظام بني سعود الإجرامي بدأت تفتح الفضائيات ظنا منها أنها من إطلاق الشائعات على الدولة السورية وعلى الحكومة السورية تستطيع إقناع العالم أنها هي التي قامت بهذه العملية اللا إنسانية. ولكن مع ذلك أقول لك لقد فشلوا حتى في اتهام سوريا. طيب. والضربة التي وجهتها الولايات المتحدة خارج إطار القانون الدولي وخارج إطار الشرعية الدولية وخارج إطار مجلس الأمن الدولي أيضا، وهو عدوان موصوف على الدولة السورية طيب دكتور. وسيادتها. نعم دكتور وائل لو سمحت لي ابقى معي، الوقت تبقى لنا أقل من 10 دقائق تقريبا. اسمح لي أن أرحب بضيفي الكريم الأستاذ منذر علي أحمد الباحث والمتخصص بالإعلام الجديد. حياك الله أستاذنا الكريم. تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بك أستاذنا الكريم. اليوم تواصل المؤتمر يواصل المؤتمر اليوم الثالث الذي تنظمه وزارة الإعلام تحت عنوان حق المواطن في الإعلام. هذا المؤتمر تقوم فعالياته في مكتبة الأسد، وهذا اليوم تركزت المناقشات حول الحرية والإعلام والمرجعيات، وأيضا بالإضافة إلى تناول النخب العلاقة بين النخب والإعلام. وفي اليوم الثالث أيضا تم التركيز على الخطاب الديني وعلى الجوانب الأخلاقية بما يسهم في مكافحة الفكر التكفيري وكيف يمكن لنا أن نواجه هذا الفكر التكفيري المتطرف. قبل أن أدخل في تفاصيل هذا المؤتمر، عندما يتم عقد ولأول مرة هذا المؤتمر وتحت عنوان حق المواطن في الإعلام، كيف تنظر إليه؟ طبعا بعد ثورة الانتصارات الانتصار الخامس والتطورات الكبرى التي تحدث في مجال قطاع الإعلام وقطاع الاتصال في كافة أنحاء العالم والاندماج الحاصل حاليا والتطورات المستقبلية المتوقعة خلال السنوات القادمة، يعني أكثر من 35 مليون مليار جهاز سيتم توصيلها في الإنترنت وإنترنت الأشياء والإنترنت الدلالية وما إلى هناك من مصطلحات حديثة حاليا، وأهمية المحتوى المنتج من قبل الجمهور. كما تعرف أن العلاقة بين الأحادية الاتجاه من المرسل إلى المتلقي حاليا تحولت إلى علاقة باتجاهين، أن حاليا لا تستطيع أن تميز بين المرسل والمتلقي، أصبح المواطن هو القادر على إنتاج مادة إعلامية تقوم باستخدامها كبريات الوكالات الإعلامية العالمية. من هنا UGC أو ما يعرف اختصارا UGC أو User Generated Content أصبح يحتل المكانة الإعلامية في الدراسات الإعلامية العالمية. يأتي هذا المؤتمر في هذا السياق ليؤكد على حق المواطن في المعلومة وحق المواطن في أن يكون مشاركا في الإعلام وأن يصل إلى الإعلام الآني المناسب الدقيق الموضوعي. كل هذه الأمور يأتي هذا المؤتمر في هذه الفترة ليضع اللبنة الأساسية في هذا السياق. قد يقول البعض قد تأخرنا، ربما تأخرنا، ولكن خطوة جيدة حاليا تحتاج بعد نهاية المؤتمر لنرى النتائج التي نرجو أن تكون واقعية، نرجو أن تكون بناء لخطوات مستقبلية. نعرف أن المؤتمر قد تعرض للنقد، طبعا هذا المجال والحر والمفتوح للكثير من الأشخاص، لكن النتائج العبرة في النتائج والخلاصات التي ستأتي بناء على هذا المؤتمر. حق المواطن يجب أن يكون مصانا معلوما في الوصول إلى المعلومة ومعرفة الحقيقة. نحن نعيش حالة حرب حاليا، والإعلام كان سلاحا خطيرا وأساسيا وفعالا موجها ضد المواطن السوري.
استطاع الإعلام السوري إلى بإمكانياته لنقول المتواضعة إذا ما قورنت بالهجمة الإعلامية الكبرى التي أتت من الغرب والإمكانيات التي ضخت في هذا السياق، استطاع أن يصمد إلى هذا الوقت، والمواطن له الحق في هذا الإعلام أن يكون منبرا له ومعبر عن آرائه وطموحاته وعارضا لمشاكله. طيب ابقى معي لو سمحت دكتور وائل إمام، حضرتك أيضا أستاذ جامعي في جامعة دمشق ولك باع كثير وكبير في الإعلام. عندما نتحدث قبل أن ندخل في التفاصيل إن كان حق المواطن في الإعلام وضرورة حصوله على المعلومة ومنح وسائل الإعلام الفضاء الرحب للحصول على المعلومة من كافة الجهات ضمن أطر وقوانين تنظم الوصول إلى هذه المعلومة لكي لا يكون العمل بشكل عشوائي، وأيضا كيفية أن يكون الإعلام دائما محمي. دائما نقول بأننا نقدم وكما نقول بالعامية بأننا من الضعف دائما نصنع قوة، لماذا نقول دائما الإمكانيات ضعيفة بالنسبة للإعلام السوري وما نقدمه هو دائما يفوق التوقعات إن كان بالنسبة للإمكانيات المتواجدة بين يدينا؟ لماذا لا يكون هناك إمكانيات تضاهي، لا أريد أن أقول إلا الدول التي هي مجاورة لنا، نتحدث عن لبنان أقل ما يمكن. لا، في الواقع أنا لا أقول أن الإمكانيات معدومة، هذا الكلام أنا برأيي، يعني أنا ليس دفاعاً عن موقف الحكومة أقول هذا الكلام، ولكن الأمر يحتاج إلى تنظيم أكثر، يحتاج إلى وضع خطط إعلامية واضحة المعالي. نحن منذ بداية الحرب على سوريا وحتى تاريخ اليوم لا يوجد خطة إعلامية واضحة المعالي تسير عليها كل الوسائل الإعلامية، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مكتوبة أو حتى إعلاما إلكترونيا. وبالتالي المشكلة أنا برأيي ليست في الموارد المادية المخصصة لهذا الإعلام، وإنما في الخطط الموضوعة لهذا الإعلام. يعني أنا كم مرة كنا نشاهد مجموعة من البرامج التلفزيونية على قنوات متعددة وكل هذه القنوات تخدم نفس الفكرة، نفس الفكرة البرامجية، لا يوجد فيها أي شيء تجديدي. وبالتالي أنا برأيي هي في الخطط الموضوعة أكثر ما هي في الموارد المادية. بعدين نحن خلينا نأتي إلى موازنة وزارة الإعلام، خلينا نشوف قديش هذه الموازنة وكم يذهب من موارد وزارة الإعلام للموارد البشرية وكم يذهب منها لتطوير هذه الموارد على الأرض. أنا برأيي هنا المشكلة الحقيقية. يعني معقول نحن لم نستطع حتى تاريخ اليوم أن نحصل على استوديو افتراضي؟ يعني بماذا يتميز عنا مثلا قناة الميادين وماذا تتميز عنا القنوات الأخرى التي فيها تلك الإمكانيات البسيطة والمتطورة؟ أعود وأقول نحن نفتقر إلى خطة إعلامية من أعلى المستويات. ولكن لا أيضا لا نخفي جانب بأن أيضا الوضع المالي للقنوات الإعلامية ولهذه الوزارة هي نقطة في بحر يمكن أن نقول، لأنه أنت عندما دائما تطالب وتقول بأنه يجب أن يصل المنتج الإعلامي للمواطن بجميع المناطق، عليك أن تحقق دائما تأمين مستلزمات لهذا العمل الإعلامي وتوفير التقنيات المناسبة والمتطورة واللازمة لوصول هذه المعلومة، وهناك جهود كبيرة تقدم. يا سيدي هذا يندرج ضمن الخطة تماما، انت ضع هذه الخطة مكتوبة واذكر فيها ما هي الحاجات المطلوبة لعملية التطوير. يعني هلأ أنا إذا قام التلفزيون العربي السوري بشراء كاميرا جديدة متطورة ولا يوجد أحد يعمل عليها وغير متدرب على هذه الكاميرا، ما الفائدة من شراء جهاز متطور؟ سؤال مطروح. معناته هذا الذي أقوله، أنا لا يجب أن لا أكتفي فقط بشراء الأدوات المتطورة، بل أيضا أريد
وضع خطة تدريبية للكوادر. هي خطة شاملة تضم جميع التقنيات الجديدة. تماماً. جميع الاتجاهات. أشكرك جزيل الشكر الدكتور وائل إمام الأستاذ في جامعة دمشق، كنت معي عبر الهاتف. أعود إلى الأستاذ منذر. أستاذنا الكريم، عندما نقول بأن، وهذا ما قاله أيضاً وزير الإعلام، بأن الغاية من هذه اللقاءات الارتقاء بالإعلام والأداء الإعلامي، الوصول إلى إعلام وطني منتج يحظى بالمصداقية وينقل هموم ومشاكل المواطنين، إضافة العمل على تعزيز الانتماء الوطني للمواطن ليسهم في تحقيق مناعة سورية. إعلام وطني منتج يحظى بالمصداقية، إلى أي حد يمكن أن نقول بأن حققنا هذه المعادلة؟ النتائج حاليا تتكلم إلى حد بعيد، يعني عندما يقوم حاليا المواطن السوري بإلغاء وحذف القنوات المعادية ويتابع الإعلام الوطني لأنه يثق بمصداقية هذا الإعلام وبأنه ينقل هذا الحدث، وبأنه حتى لو بعض الأحيان تأخر في نقل بعض المواضيع أو لنقل تم إغفال بعض المواضيع التي يعتقد على حد بعيد أنها تلقى تغطية كبيرة و أعلى للخبر من قبل تلك القنوات، فهو إلى حد بعيد نقول أن قد نجحنا. المصداقية هي الأساس وهي المعيار حاليا في خلال هذه الأزمة. المواطن السوري عندما يتابع الإعلام الوطني بكافة أشكاله سواء المقروء أو المسموع، حتى الإعلام حاليا الإعلام الجديد أو ما يتم متابعته حاليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المكونات وبعض القضايا التابعة للدولة وحاليا الصفحات التواصل الاجتماعي نجد لها نشاطا كبيرا، فهذا نجاح يسجل الإعلام الوطني بإمكانية متواضعة. أتفق مع الدكتور وائل في من ناحية ضرورة وجود استراتيجية إعلامية واضحة نحن أحوج إليها منذ حتى قبل بداية الأزمة. الاستراتيجية الإعلامية نجد ما لدينا من نقاط الضعف ونحدد ما لدينا من نقاط القوة، وبعدها نقوم بإعطاء الاحتياجات الضرورية للوصول إلى الأهداف البعيدة. الاستراتيجية الإعلامية الواضحة، المعالم التي يقوم بإعدادها الخبراء والمختصين بناء على ما يوجد لدينا، لم تنهض هذه الدول حتى بشكل ارتجالي. حاليا كما تعرف أستاذ هناك بعض المواقع أو صفحات الفيسبوك والتواصل الاجتماعي لديها ملايين المتابعين وهي تتفوق على أكبر وأعتى المؤسسات الإعلامية. هل هذا النجاح هو نجاح لنقل عفوي أو ارتجالي؟ هناك دراسات كبيرة لهذا السياق. نحن لا نبحث عن الإعلام الغوغائي الذي أو الصحافة الصفراء. الإعلام الحكومي إلى حد بعيد يجب أن يكون صادقا، يفتح المجال للمواطن للتعبير عن آرائه وأفكاره، يفتح نافذة للمواطن، لأن المواطن عندما لا يجد ضالته في الإعلام الوطني إلى أين سيلجأ؟ سيلجأ إلى مصادر أخرى للمعلومة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ منذر علي أحمد الباحث والمتخصص بالإعلام الجديد، كنت معي عبر الهاتف من دمشق. شكرا لك، والشكر موصول لجميع ضيوفي الذين كانوا معي تباعا في هذه التغطية المباشرة عبر هوا الإخبارية السورية. مشاهدينا أيضا أشكركم على كرم المتابعة. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا، وكل التحية والإجلال لحماة الأرض والعرض رجال الجيش العربي السوري. كنتم وستبقون أنتم الشرفاء. هذه تحيات الفريق العامل ومني أنا عبد الزمام. دمتم بأمان الله. إلى اللقاء.